بدأت اليوم في محافظة أسوان فعاليات المؤتمر أو مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإصلاح المؤسسات الدينية، والذي تنظمه وزارة الأوقاف بحضور 500 مشارك من العلماء والمفتين والوزراء والدعاة والباحثين، حيث تلقى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية موافقة 20 وزيرا ومفتيا ووفود من 30 دولة و120 عالم للمشاركة في المؤتمر. ويشهد المؤتمر مناقشة وطرح كتاب حماية الكنائس في الإسلام، والذي يتناول المواطنة وحماية الأقليات الدينية من قبل الأغلبية والتعايش السلمي وتبادل المنافع والحوار، حيث تطرح الوزارة خلال المؤتمر 5000 نسخة من الكتاب لضيوفها والكنائس المصرية والجامعات. استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية اليوم هالاند زاو رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث بحث رئيس السيسي وهالاند سبل التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة من دور الاتحاد في الارتقاء بقطاع الاتصالات في مصر. تسلم وزارة المالية اليوم البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي القادم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، على أن يتم تحديد موعد الجلسة العامة التي سيلقي خلالها وزير المالية البيان المالي للحكومة. هذا وتعقد اللجنة العامة للمجلس أول اجتماعاتها غدا، حيث تناقش تشكيل لجنة القيم بالبرلمان، إضافة لقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء، والذي أحاله المجلس إليها في جلسته يوم الثلاثاء الماضي. تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر إلى داخل البلاد، حيث ضبطت إحدى وحدات القوات البحرية 3 فلايك بالقرب من ساحل البحر الأحمر بالقرب من جنوب الطور، وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين وجود 49 جوال من نبات البانجو المخدر بإجمالي وزن 4 أطنان، وتبين خلو الفلايك المذكورة من أي أفراد. هذا وقد تم اقتياد الفلايك إلى ميناء الطور البحري وتحويل الواقعة إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وعربياً، أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في اليمن أمس عن ضبط 250 شخصاً من تنظيم القاعدة، من بينهم قادة صف أول، منذ بدء العملية العسكرية في حضرموت لدحر مسلحي القاعدة. وأعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والذي تقوده السعودية في 25 من أبريل الماضي انطلاق عملية عسكرية مشتركة ضد تنظيم القاعدة في اليمن، يشارك فيها الجيش اليمني وعناصر من القوات الخاصة السعودية والإماراتية. تعقد اليوم في العاصمة النيجيرية أبوجا قمة حول الأمن تشكل مؤشرا إلى تعاون عسكري إقليمي ودعم دولي متزايد لإنهاء تمرد جماعة بوكو حرام. ومن بين المشاركين في القمة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وأنتوني بلينكن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية البريطاني فالب هاموند. كما سيحضر القمة رؤساء الكاميرون وبنين وتشاد والنيجر المجاورة لنيجيريا، إلى جانب وفدي الاتحاد الأوروبي والمجموعتين الاقتصاديتين لغرب ووسط إفريقيا. تأتي هذه القمة وسط مخاوف غربية من تزويد بوكو حرام لتنظيم داعش في ليبيا بمسلحين جدد. قال عطاء الرحمن سليم نائب رئيس المجلس الأفغاني الأعلى للسلام إنه يمكن إتمام اتفاق مع الجناح المسلح للحزب الإسلامي غدا الأحد بعد 2 من المفاوضات. وقال أمين كريم أحد قيادات الحزب إنه من المتوقع أن يوافق رئيس أشرف غني على الاتفاق، الذي يمثل مكسبا له في ظل عدم قدرته على إنهاء الحرب المستعرة منذ 15 عاما مع طالبان. يذكر أن الحزب الإسلامي يقوده أمير الحرب الشهير قلب الدين حكمتيار، الذي يعتقد أنه موجود الآن في باكستان.
ورياضيا، تقام اليوم 3 مباريات في الأسبوع 28 للدوري، حيث يلتقي في الرابعة إلى ربع فريق الداخلية مع اتحاد الشرطة باستاد كلية الشرطة بالعباسية. يسعى الداخلية للوصول للنقطة 44 المزاحمة على المربع الذهبي، وفي المقابل يبحث أبناء اتحاد الشرطة صاحب 19 نقطة عن الفوز بالثلاث نقاط للبحث عن الفرصة الأخيرة للبقاء. أما في السادسة إلى ربع يستضيف طلائع الجيش نظيره غزل المحلة في لقاء تحسين المراكز للفريق العسكري صاحب 32 نقطة، فيما يحاول الغزل الفوز بعد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز 17 بجدول الترتيب. وتختتم مباريات اليوم في 8 مساء بلقاء من العيار الثقيل يجمع بين الانتاج الحربي وسموحة باستاد السلام، فأصحاب الأرض يمتلكون 38 نقطة في المركز 9 بالمسابقة، ويحاولون الفوز بالثلاث نقاط للدخول في زمرة الأندية المنافسة على المربع الذهبي. أما في المقابل يدخل سموحة اللقاء وفي جعبته 43 نقطة في المركز الرابع، ويحاول تأكيد الفوز على الفريق العسكري بعدما نجح في إقصائه من دور 16 لكأس مصر. وإلى الدوري الإسباني وتحديداً على المرحلة 38، وهي الأخيرة والتي ستحسم لقب البطولة والذي يبدو أقرب إلى برشلونة. وفي محاولة لريال مدريد لتحقيق الحسم أيضاً، يدخل الفريقان الجولة الأخيرة برشلونة برصيد 88 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 87 نقطة، ثم أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 85 نقطة وقد خسر الأمل في المنافسة على اللقب. ويكفي برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني الفوز في مباراته مساء اليوم على مضيفه غرناطة، فيما سيكون ريال مدريد بحاجة إلى هدية كبرى من الفريق الأندلسي عبر تحقيق التعادل مع برشلونة أو هزيمته، وأن يحقق الريال الفوز على مضيفه ديبورتيفو لاكرونيا والذي يحتل المركز 13. أقصى الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول الإسباني رافائيل نادال الخامس من الدوري ربع النهائي لدورة روما، خامس دورات الماسترز للألف نقطة في التنس، وذلك بفوزه عليه بنتيجة 7-5-6-7 و7-4. واحتاج جوكوفيتش بطل العامين الماضيين إلى 2:24 دقيقة لتحقيق فوزه 26 على الماتادور الإسباني في مباراة أشبه بنهائي مبكر. يلتقي جوكوفيتش في الدوري المقبل مع الياباني كينيشيكوري السادس أو الهولندي دومينيك تيم 13. نهاية خدمتنا، في أمان الله.